بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي الـ Access to the Tooth Extractions. الـ Access معناها المدخل إلى قلع السن بحيث يكون قلع السن مبسط وبدون complications. احنا نعرف بشكل عام there are two basic methods of tooth removal or tooth extractions. هي الـ Simple method والـ Opened method. الـ Simple method اللي تحتاج إلى elevator و forceps فقط. أما الـ Surgical ميثود هي اللي لا تحتاج الى انه افتح فلاب الميكوبريستال فلاب الميكوبريستال فلاب بون ريموفال توث ريموفال اند ذن سوتشرينج. ذا سمبل ميثود انه هو نقلع السن من خلال السوكت ولهذا يسمى انترا اليفولار اكستراكشنز. بينما الاوبند ميثود تحتاج الى انه نفتح ميكوبريستال فلاب وسوتشرينج ولهذا تسمى ترانس اليفيلر ميثود. ترانس معناها عبر الاليفيلر بون اكستراكشنز عبر الاليفيلر بون. مريض يدخل للعياده يقعد على الدنتال تشير لازم نعمل ادجستمنت للمريض على الدنتال تشير. هذا الدنتال تشير متكون من قاعده اكو هذه الهاند ريست وأكو هذه الباك ريست وهذا الهيد ريست. لازم المريض يقعد بشكل مرتاح على الدنتال تشير بحيث جسمه قاعد بشكل مستقر على قاعدة الدنتال تشير. ظهر المريض قاعد بشكل مستقر على ظهر الباك اوف ذا دنتال تشير او التشير باك. ورأس المريض لازم يكون مستقر على الهيد ريست. هاي القطعة من الدنتال تشير نسميها الهيد ريست. لازم رأس المريض يكون مستقر على الهيد ريست. ليش؟ لأن احنا نحتاج force during extractions. بعض المرضى خاصة الفيميل عندهم خلية طقاقة أو قراصة براسها، فمن تقولها خلي راسك على الهيد ريست ما تخلي راسها على الهيد ريست بشكل صحيح، ولهذا لازم المريضة تشيل القراصة حتى تثبت راسها على الهيد ريست بشكل صحيح. إذن the patient is seated comfortably in the dental chair. المريض لازم يكون قاعد بشكل مريح على الدنتال تشير. With the headrest adjusted to fit the back of the neck and support the head. After adjusting the dental chair to the proper height. يعني لازم احنا نعلي او نصي الدنتال تشير الى البروبر هايت. البروبر هايت تعتمد هل احنا راح نشتغل اسنان العليا او اسنان السفلى، واكو علاقة بين التشير هايت بالنسبة لكتف المريض وبالنسبة للإلبو of the patient. Fitting an apron around the patient's neck. كل مريض يدخل للعيادة أخلي له صدرية على صدره. صدرية هذه disposable، هاي الأبرون هي disposable. ليش؟ حتى ما يصير بلد على ملابس المريض، احتمال ملابس المريض جديدة أو غالية أو ثمينة، زين حتى ما يصير دم أو لعاب أو irrigation fluid على صدرية المريض. And inspecting the tooth to be extracted. نشوف السن اللي راح نقلعه. الانسترومنت لازم نحضرها بشكل جيد وتكون بجانب المريض ولكن ليس أمام عين المريض. هاي الصورة تشوف البروبر المريض. الطبيب الأسنان واقف. الأفضل إنه الطبيب الأسنان يكون in standing positions. شوف هين ده يشلع الأسنان العليا. شوف مستوى التشير، معلي التشير بحيث الأسنان العليا تكون between the shoulder and the elbow of the dentist. ارتفاع الأسنان العليا يكون وسط بين الشولدر and the elbow of the dentist. المريض ثبت راسه على الهيدريست بشكل صحيح. A good extraction technique need two fundamental requirements. Required adequate access to the tooth. طريق أو مجال صحيح بحيث نصل السن ونشوفه. Use of control force to laxate and deliver the tooth. حتى نشوف السن، حتى نحصل على good access نحتاج good light. حتى نشوف السن بشكل صحيح ونصل السن بشكل صحيح ونسوي application للفورسبس على السن بشكل صحيح نحتاج good light. لأن الفورسبس لازم تكون applied to the tooth only. Not applied to the gum. Not applied to the alveolar bone. يعني إذا ماكو لايت مضبوط إحنا احتمال ننزل الفورسيبس على الجم.
يعني على الجنجبه او على الالبلربون، ولهذا اللايت كلش مهم حتى نثبت الفورسيبس على السن بشكل صحيح. Good eliminations of the operative field is an absolute essential for the successful tooth extractions, while inadequate light is the main reason, السبب الرئيس, for the failure of a number of attempts extractions. إذن أنا حتى أقلع بشكل صحيح لازم يكون عندي good light. بدون light راح يكون القلع كلته مشاكل. The position of the dentist. Position of the dentist in relation to the dental chair. For right-handed patient to stand behind the patient مكان ساعة 10 إلى 11 o'clock for extractions in the right lower posterior teeth، بينما يكون أمام المريض في قلع بقية الأسنان. إذا كل الأسنان نقلعها والطبيب واقف بالساعة رقم 7 إلى 8، بينما إذا نريد نشلع lower posterior teeth right side الطبيب الأسنان يقف بالساعة رقم 10 إلى 11. الليفت هاندد تنعكس كل تصير بالعكس. طبيب الأسنان واقف خلف المريض. ليش هنا طبيب الأسنان واقف خلف المريض؟ لأن الأسنان المراد قلعها هي lower right posterior teeth. lower right posterior teeth، لما أقول posterior teeth أقصد البريمولر والمولر. لما أقول posterior teeth معناه بريمولر والمولر. لقلع lower right posterior teeth البريمولر والمولر طبيب الأسنان وين يقف؟ يقف خلف المريض ساعة رقم 11. Height of the dental chair. For extractions of maxillary teeth, the chair adjusted so that the site of extractions is between the dentist's shoulder and his elbow. When extracting upper teeth, the extracted tooth or upper jaw should be adjusted so that the site of the extractions is between the shoulder level of the operator and his elbow. بنفس الوقت لازم نتذكر بهاي النقطة انه الأبر أكلوجل بلين، الأبر أكلوجل بلين يشكل زاوية 45 درجة مع الأرض. بينما for extractions of a lower teeth the chair height should be adjusted so that slightly below the level of the operator elbow. وبنفس الوقت the lower occlusal plane should be parallel to the floor. إذا نريد نقلع الأسنان العليا الـ upper occlusal plane يشكل 45 درجة مع الأرض. إذا نريد نشلع الأسنان السفلى the lower occlusal plane should be parallel to the floor. The use of the non-dominant hand. The use of the non-dominant hand اليد الثانية، احنا الدوميننت هاند هي اليد اللي نمسك بها الاليفيتر والفورسبس. النان دوميننت هاند هي اليد الثانية اللي ما بها لا اليفيتر ولا فورسبس، لازم نستفيد من عدها. ايش نستفيد من عدها؟ نعمل جو سبورت باي ذا نان دوميننت هاند، ونعمل ريفليكشنز اوف ذا ليب، ريفليكشنز اوف ذا تشيك، اند ريفليكشنز اوف ذا تنج. شنو فائدة السبورت اوف ذا ماندبل ديورينج توث اكستراكشنز او سبورت اوف ذا ماكسيلا ديورينج توث اكستراكشنز؟ Lessen the discomfort of the patient, facilitate the extraction, سهل القلع، و prevent TMJ dislocations. TMJ dislocations شنو معناها؟ معناها أن the condyle of the mandible dislocated anterior to the articular eminence. معناها شنو؟ معنى the condyle طلعت من the temporal fossa، صارت anterior للarticular eminence، ولهذا المريض ما راح يقدر يسد الأسنان. بهالحالة لازم احنا نرجع الماندبل للخلف by press the mandible downward, backward and upward. By pressing the mandible downward, backward and upward بحيث نرجع الكول دايل على مكانها، نرجعها تصير خلف الارتيكولار إيمينس. هاي الصورة. Use the finger to retract the lips and cheeks when extracting the maxillary teeth. شوف هنا ده نعمل extractions of the upper anterior teeth. زين الثمب صارت باليتالي والاندكس فينجر صارت ليبيالي، فهسه السن صار عندي كلش واضح بعد ريفليكشنز اوف ذا ليبس، بحيث اقدر اعمل ابليكيشنز اوف ذا فورسبس تو ذا توث كوركتلي.
هاي الصورة طبيب الأسنان واقف خلف المريض. ليش؟ لأن يريد يشلع lower posterior teeth right side. بس بنفس الوقت نشوف استخدم non-dominant hand. استخدم non-dominant hand إنه the index finger between the lips and the teeth, thumb between the teeth and the tongue, وبقية الأصابع هي على lower border of the mandible. هنا extraction, extractions of the lower posterior teeth left side. فشوف النون دومينانت هاند الثامب صار تحت الانفيريور بوردر اوف ذا مانديبل وريفليكت ذا ليبس اند ذا تانك باي ذا فينجر. فور extractions of upper premolar I saw reflections of the lips and support of the jaw. هاي الصورة بيها خطأ. الخطأ بهاي الصورة انه عمل سبورت للماكزيلا لكن ما عمل ريفليكشن للليب. شوف وين مخلي اصابعه، المفروض هاي الاصبع يتحول الى يتخلى على الاليفيلس بالبوكال فيستيبيول او بالليبيال فيستيبيول. فاحنا صحيح هنا سوى سبورت للماكزيلا لكن ما عمل ريفليكشنز تو ذا ليب. لور انتيرير تيث reflections of the tongue, reflections of the lips, support of the chin بحيث السن يكون جاهز انه نخلي عليه الفورسرز. هنا ايضا هذا الاكسس، هذا الجود اكسس تو ذا توث، هذا هو الجود اكسس تو ذا توث، المدخل الصحيح الى السن بحيث عمل سبورت للماندبل، عمل ريفليكشن للليب، عمل ريفليكشن للتنج، والسن اصبح جاهز انك تخلي فورسرز عليه، جاهز لل forceps application.